أنا أؤمن بالخصوصية، في ناس تحب تسوي كل شيء بالسوشيال ميديا بث مباشر، كيف حرين؟ طبعا أحلام رقم واحد في الخليج، ورقم صعب بعد. ثانك يو عنادي. شكرا عنادي. لطيفة، ثانك يو على اللوف. وين لطيفة التونسية يا لوجي؟ لطيفة التونسية انقرضت، وين من يذكرها؟ انتهى خلاص زمنها، خلص. وترى مغرورة، شايفة حالها. أوف، حلالة عاد أديت لها فترة كانت صديقة كاظم الساهر. والله عشان كاظم الساهر باعت الكويت، باعت الدنيا. لا وشنو راحت؟ في لحظة في حمار بطرد عنده. اي والله انا فك الله فكنا من لطيفة عرفاوي كلاسيكية. ثانك يو، شكرا شكرا كلاسيكية، شكرا 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 يا كلاسيكية، ما تقصرين. مشكورة حبيبتي، مشكورة، انت الرائعة يا كلاسيكية. ايش اغنية اشطح حق شنو؟ الله وكيلك، اغنية اشطح يا حق نايت كلاب، يا حق يعني بنات كدون يرقصون حق تجمع يعني، بس انه اغنية تدش بالراس. لا واشطح، بسوي هوليد سمايل لازم. هالأسبوع أعتقد عندي موعد، هاخدكم معايا وأنا رايحة عند الدكتور.
شو اخباري كده كده برضو يا عمر؟ هاي مغنية هاني شاكر يا بنية. ايه صقنية اتذكرها من اجمل اغانيه كده برضو يا قمر. احلام حسن ممثلة قوية. اول حب لك ايه بس مو اخر حب لك. ما شلون لطيفة تونسية بعد الكويت؟ والله طلعت كل يوم ثاني رايحة العراق، هي لانها كانت صديقة كاظم الساهر ضبطها، لدرجة ان سوالها عندها البوم كامل الحان كاظم الساهر في الوقت اللي احنا كنا في الكويت. ما ندخل اغاني كاظم الساهر للكويت نهائيا، ممنوعة. فانمنع البومها ما نزل في الكويت. اوه فردحت ردح على بالها لما تردح من بكل يمه، لا خفنا، لا لطيفة لطيفة عرفاوي، لا 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 مش هنقدر، لا مش ممكن. بعدين لما صار 2003، لما كانت الكويت والسعودية البوابة البرية لتحرير العراق من النظام الصدامي. يا 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 مرة نور، ثانك يو يا مرة، انت المفروض تفرحين ان هذا الشعب اللي تجرع مرارة فوق 35 سنة من حروب زج فيها، تم زج الشعب العراقي فيها في ويلات ما لهم ذنب فيها. يعني في الآخر ترى على فكرة صدام لو يعني لما يطلع قرار الحرب سواء الكويت على إيران على ما أدري منو على هذا، ترى على فكرة هو يطلع القرار بس منو الوقود حق هذه الحرب؟ العراقيين يا حبايبي. ليش الجيش العراقي هذا جاي من وين؟ مو جاي من الشعب؟ فحرام عيال الناس كل يوم يزجون في حرب. هي لا كانت زعلانة، مفروض لطيفة عرفاوي تنبسط ان هذا الشعب خلاص بيتحرر من نظام صدامي دموي زج بالعراقيين في ويلات من الحروب وسبب لهم كراهية مع كثير من دول العالم. ولا الاخت ما انسالها لمحن عند الفيديو اقدر انزله وقت ما ابي. طلعت في خليك في البيت في 2003 أثناء ما كانت حرب تحرير العراق شغالة، طلعت لابسة أسود في أسود عساها تلبسه على أهلها كلهم، كنا عندها عزة ولامة شعرها وطالعة مع عزاها وهبي وتحجة وتهاجم الكويت. ليش انتو فتحتوا انتو الكويت والسعودية فتحتوا أراضيكم لضرب العراق؟ يا حبيبتي لو ما سقط هذا النظام كان كل يوم العراقيين في حرب جديدة. مو انت ما عندك عيال؟ اللي ما صارت أم ما تعرف قيمة العيال، فشنو ذنب العراقية؟ شنو ذنب العراقية اللي تلد أولادها عشان تفرح فيهم وتشيل عيالهم والله، وتروح تقول تعطيهم باردة باردة حق صدام كل يوم وقفهم في حرب؟ لاحظوا عياله ما يدخلهم في الحرب، عيال الناس يدخلهم في الحرب. طالعة الأستاذة وتقول غلط، الكويت السعودية يفتحون أراضيهم حق ضرب العراق حق ما شنو كل هذا اللي تحرير العراق. قالت لا ما أدري شنو. قالت يا يبا وينك يا عبد الله رويشد، وينك يا نبي شعيل؟
تعالي 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 حجي، سألت سؤال. عبد الله رويشد ولا نبي شعل، شو يقدرون يقولون حق الحكومة الكويتية والسعودية إن لا تفتحون أراضيكم حق ضرب أو تحرير العراق؟ بس السؤال، ضرب صدام أو تحرير العراق؟ بس السؤال، وينك يا عبد الله رويشد؟ وينك يا نبيل شعيل؟ يعني لا والله صدق صدق، والله صدق، لما نزله نزله بكيفي، مو انت لا تحنين على راس امي لوجي. لا الحين ابلكج، شنو صار لك 60 ساعه وانا قاعد احكي قاعد تحطين، يعني شنو تبي تشتتيني عشان ما اعرف اتكلم؟ ترى صكك بلوك واطلعك برا. يلا حنا ما احب اللي حن على راس امي، العين خير خيره، ولا تضحك لا الحين اصكك بلوك انت بعد خليش تلحقينها. يلا يلا هذا بلوك، يلا بلكنا هذا بلوك، يلا هذا الثاني، يلا المهم. فيعني انت حشرية، انت ايش دخلك؟ والله ناس ما ادري شلون صايره، يعني هذه في الآخر تم تحرير العراق من نظام صدام، واحنا ردينا من العراق زي الفل، وبعدين في التالي هي اللي طلع عليها قرار عرفي بعدم بث أغانيها في كل أجهزة الإعلام الكويتية. ترى ما كل من كم سنة ترى دشت، إني أبلغ. يعني لا ترده من هنا يروح للانستغرام يروح للسناب، بالعنا والله ما اشيل عنا البلوك لو تطلع لي امي من قبرها. ما يطلبون حفلات بالكويت، مو مطلوبة. أنا خلت تروح تقعد بالإمارات، ما نبيها في الكويت، ما أعرف أحد بالاسم شيطان ولا أعرف.
مشكورة من تركيا حبيبتي. أي واحد سؤاله ما يعجبني راح سكه بلوك، يلا عشان تعرفون تسألون أسئلة صح. أسئلة سخيفة وتافهة، ما أعرف هالشيطان. أوكي ممكن تغير موضوعك؟ ما أستقبل قستات. صار عندي موقف البارح مطلع عليه ضحك. شوفوا انا اعترف عندي شغلة، انا عندي فوبيا النظافة. يعني تدرون شنو فوبيا؟ يعني انا مثلا ثيابي ما احب الخدامة تغسلهم، وما احب ملابسي تنحط مع ملابس احد، وما احب اودي مصبغة، لان المصبغة انا ايش ضمني ما يحط ثيابي مع ثياب حد. ما ارتاح خلاص، اوه يبتدي جسمي يحك وما اقدر اتحمل. فشنو اسوي؟ فاغسل ثيابي عندي في شو اسمها ايه، في غسالة بروحي انا البيت كله. بعدها اخذ الملابس اروح فيها المصبغة اقول له اكويلي اياهم وانا واقفة كذي ارتاح. فذاك اليوم انا ادور بالسيارة على بطاقتي المدنية، ادور 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 ما خليت شي، ما دورت 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 ماكو. اخر شي كان اروح اطلع بدل فاقد للبطاقة مالت المدنية، طلعت حلو حلو. كنا الصابة عنادي، المهم فقعدت ادور ادور المهم ما لقيت، رحت طلعت بدل فاقد. البارح ما ادري شنو قطيت في المصبغ في المغسلة في الغسالة بالأصح، طلع جاية شيل الأغراض طالع في شي داخل الغسالة، طالع ولا لاقي بطاقتي المدنية بالغسالة. ولا صاير فيها شي، طلعت بدل فاقد وطلعت ان اخر شي البطاقة في الغسالة وما فيها ولا شيء، حالها نفس اللي انا طلعته بدل فاقد ولا شيء. يعني مو متنتفه، مع ان الغسالة فيها غسيل وتنشيف، يعني الحرارة اللي فيه المفروض تسيحها، بس
زي الفل، تعال اخذها احطها في البوك مرة ثانية. صارت انتي ايه غرامة 15 دينار. ايه عادي عادي موجودين. زين شوفوا حبايبي، ممتاز الناس العزاز. انا بطلع لان الشحن مال تليفوني وصل اخره. اوكي ثاني شي ما بقى شي. لا لا 15 دينار بدل فاقد. دينار الكويتي 12 ريال سعودي، وال12 ريال سعودي دينار واحد كويتي. اثنا عشر نفس الشي. شكرا. تقع العبود كهالحزة. اقول له يبث كيف، هو وقت ما يبي يبث